أنا الشيف محمد عبد السميع، إكزيكتيف شيف لروما لونج. النهاردة الطبق بتاعنا هو عبارة عن الماش بوتيتو كنور مع قطعة ستيك مشوية مع الجريفي صوص، 180 جرام من البطاطس المهروسة مع لتر مية، وعندي حاجات كتيرة أوي ممكن بضيفها، ساعات بضيف بيستو صوص ليها، ساعات بضيف ليها فليفرات تانية، صندراي توميتو، فبتديني سهولة إن أنا أقدر أطلع منها منتجات كتيرة جدا. بقدمها مع جميع الاستيكات، بقدمها مع حاجات زي الكوردون بلو، هي بتسهل عليا كتير قوي الوقت، وده عامل مهم جدا عندنا في المطبخ، بتوفر عليا مجهود كتير، ما بلاقيش منها طالع هالك كتير زي اللي بيحصل مثلا في البطاطس العادية. لكن مع كنور انا عندي دايما في ثبات في المنتج، الطعم، القوام، بتكون عندي سهولة في التخزين بتاعه، وده بيسهل عليا حاجات كتيرة جدا، الجسم ما بحسش ان في تغيير بالنسبة له.